ماتم. هل تعتقد باطلاعك واختلاطك هناك مع الجماعات هذه التي ذكرتها أن هذا الخلاف الذي بين مثلا جميل الرحمن والأحزاب الأخرى في الأفغان هو نفس الخلاف الموجود بين الجماعات السلفية التي أشرت إليها، أم هناك فرق من جهة أنه صحيح السلفيين يختلفون كما يقع الاختلاف دائما وأبدا بالسبب الذي أشرت إليه وهو الهوى والعياذ بالله؟ فهل تعتقد أن هناك في السلفيين خلاف العقيدي كما هو موجود بين جميل الرحمن والأحزاب الأخرى؟ لا، فأنت أشرت أن السبب هو الهوى، وهذا مع الأسف ما نستطيع أن ننكره لأنه عم البلاد الإسلامية كلها إلا من شاء الله من الأفراد. لكن الموضوع اللي بهم أن نعرفه هو حينما ضربت مثلا أن الخلاف الذي يعني أنكره وينكره كل مسلم القائم الآن بين الأحزاب الإسلامية في أفغانستان، قلت هذا الخلاف موجود بين السلفيين أنفسهم، نحن لا نستطيع أن ننكر هذا، ولكن الذي يهم كل مسلم أن يعرف أنه هل هذا الخلاف موجود بين السلفيين هو نفس الخلاف الموجود بين جميل الرحمن والآخرين في أفغانستان؟ طيب. أي هل الخلاف بين السلفيين في العقيدة ولا العقيدة سليمة لكن يختلفون بسبب السيطرة والتأمر كما أشرت، ثم هناك اختلاف آخر بين الأحزاب الإسلامية الموجودة في أفغانستان الهوى وشيء آخر، أم يستويان مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن أسباب الخلاف الحقيقية مردها إلى عوامل نفسية ابتداء، عقد نفسية، هنالك شيء عند الشعب الأفغاني نسميه العقدة، هم يسموه العقدة، يقول لك إن أخذت من إنسان عقدة، يستخدم بنفس التعبير، لا يمكن أبدا أن تحل هذه العقدة، وهذه من طبيعة نفسيتهم. العقدة النفسية هي أساسا، وإذا أخذت هذه العقدة صعب أن تمحوها بكثرة الإحسان، لابد من جبال من الإحسان أن تمحو هذا درهم العقدة. فهذا هو السبب الأساسي. السبب الثاني، فعلى سبيل المثال النورستانيون قد كونوا دولة سموها دولة انقلاب إسلامي أفغانستان في نورستان. نورستان هو وادي فقير وضعيف جدا، ولا أدري قد زين له الهوى وقال، وهذا الكلام والله شهيد قاله لي في أكثر من جلسة مع أمير الدولة نفس الشيخ محمد أفضل، وكان أساسا في الجمعية مع الأستاذ رباني، ثم هو طلب مطالب من الجمعية والأستاذ أهمله فخرج إلى الوادي وكون دولته. يقول واجب على كل أهل الأرض وكل هؤلاء العلماء أن يأتوا هنا ويبايعوني على الخلافة، وهذه قناعته في هذا، فيقول نحن قد أقمنا حكم الإسلام في الأرض وكوننا هذه الدولة في هذا الوادي. مجرد أن يقول هذا الكلام مباشرة ترد إلى العامل النفسي، فجماعة جميل الرحمن هو يطالبه أن يأتي ويبايعه، وكيف جميل الرحمن يبايع الشيخ محمد أفضل؟ فلا يمكن أن يتم هذا، لأن نفس الشيخ جميل الرحمن يريد أن يكون له تنظيما مستقلا، بدليل عندما قال المجاهدون الآن نريد أن نعمل انتخابات، فحكومة المجاهدين اتخذت قرارا لأنه له جزء من الولاية وهنالك التنظيمات الأخرى، فقام هو عارض قرار حكومة المجاهدين وأجرى انتخابات وأخرج قرارات وقال أن نحن منا هو وآوال الولاية وأمير الولاية والمجلس الولاية إلى غير ذلك، مما جعل هنالك اصطدام. فالمسألة مسألة يا أستاذ زعامة وسلطة، ثم هم حتى يمرروا هذه فيقول هؤلاء مبتدعون هؤلاء كذا، فتجد أن أساس المشكلة كله أننا نريد تنظيم، نريد انتخابات، نريد زعامة، ثم بعد ذلك تجدهم يلبسون هذا اللبوس. أنا أتكلم بشكل متجرد إن شاء الله، علما
بأنني حسب ما شاهدت فإن أهل المذهب في داخل أفغانستان قد عملوا فعلا كثيرا على إذكاء هذه الروح، روح العدائية. ففي كثير من الحالات قد بدأ الخلاف أهل الحديث، ولكن الذي عمل على إذكاء النار هذه أهل المذهب بجهلهم، ثم بالعقدة ثم لا بالضغط الإعلامي الخارجي عليهم. فإن الآن راديو البي بي سي والمجهدين يسموه الشيطان، شيطان السي بي بي سي يسموه بي بي شيطان. فإن إذاعة بريطانيا فإن الآن إذاعة بريطانيا وإذاعة موسكو وصوت أمريكا وإذاعة كابل يوميا تتكلم عن الوهابيون وعن المجرمون وعن عملاء السعودية لغير ذلك، وبالتالي هذه قد أذكت هذه الروح وزاعدت عليها. فأهل الحديث ينظرون إلى أهل المذهب، ينظرون إلى هؤلاء، أتكلم عن العموم عن الجهلة. أظنك أنك أبعدت كثيرا عن الإجابة عن السؤال. تفضل ذكرني. أنا سألتك بارك الله فيك، هل الخلاف القائم بين أهل الحديث هو خلاف مذهبي أم سياسي؟ وكذلك الخلاف القائم في أفغانستان هو فقط سياسي؟ لا. أين؟ نعم. الخلاف القائم بين أهل الحديث خلاف سياسي. هذا. الخلاف القائم بين أهل الحديث وأهل المذهب خلاف سياسي. ليس هذا سؤالي أيضا. نفس الجماعات الأحزاب. أيوة من غير أهل الحديث. الخلاف القائم بين أهل الحديث وأهل المذهب. لا ليس هذا سؤال. الصورة الثالثة الشيخ لبس أنا صورة ثالثة. والخلاف بين الجماعات الأخرى بينها. بين بعض البعض. من غير أهل الحديث. هنا. أيوة. الخلاف القائم بين الجماعات المجاهدين من أهل المذهب تقصد، هو كذلك ابتداء خلاف سياسي. هو خلاف سياسي قائم على فرض السلطة ابتداء. فأصل المشكلة يا رجل. بس نحن فهمنا منك ما استفشرنا منه خيرا حينما قلت بأنهم يتبنون العقيدة الصحيحة، وضربت على ذلك مثلا عقيدة توحيد الألوهية والربوبية والصفات، هذا لا يتبناه المذاهب المعروفة اليوم. هناك. نعم. هناك الجماعات الأخرى. كيف لا يتبناه؟ هناك فقط. في سياسة. نعم. بشكل عام فضلاً عن هناك. كيف لا يتبناه؟ لا المذاهب المعروفة اليوم المتبعة تقليداً، الأحناف والشوافة والمالكية والحنابلة باستثناء من يقال عنه وهابي، هؤلاء لا يتبنون هذه العقيدة الصحيحة من تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية والربوبية والصفات. يعني أي شعب الآن نتكلم فيه بصورة عامة وعلى رأسهم علماؤهم ومشايخهم لا يتبنون هذه العقيدة، أي شعب، لكن هناك مستثنيات في كل شعب. حينما ذكرتم وهذه اعتبرناها بشارة أنهم يتبنون هذه العقيدة التي نسميها نحن بالعقيدة السلفية، فأنا كان سؤالي الآن، هذا الشعب الأفغاني بما فيه من أحزاب ومن قادة لا يوجد بينهم خلاف مذهبي؟ فهمت الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فهمت يا أستاذ أنني أقول أن عقيدة هؤلاء المجاهدون تنظيمات المجاهدين هي كعقيدة من كعقيدة الوهابيين، لا أنا ما قصدت هذا، أنا قصدت أن عقيدة هؤلاء هو كعقيدة الإمام أبي حنيفة وكعقيدة، هم غالبهم أحناف كلهم، في أقليلة غير أحناف، فهي كعقيدة الأحناف. وعقيدة الأحناف هي التي أنا أفهمها من العقيدة الطحاوية، ويأتي هنا الفارق بينها وبين عقيدة الوهابيين، فهذا الذي أنا قصدت عندما قلت أن عقيدتهم بمعنى أي أن ليس عندهم الشطط الواضح وليس عندهم الكفر الواضح. لا هذه مسألة أخرى أيضا. أولا بارك الله فيك، أنت تطلق كلمة الوهابية فكأنك ولا مؤاخذة تنصاع في هذا الاستعمال السياسي،
فنحن نرجو منك ألا تستعمل هذه الكلمة. أرجو منك ألا تستعمل هذه الكلمة، لأنه حينما نعم مثل أوطاننا بارك الله فيك. هذه الكلمة لا يخفاك يقينا فيما أعتقد لها معنى سياسي، ونحن مثلا أهل السنة حينما نقول عن الشيعة فالشيعة لا يأبون كلمتنا لهم عنهم إنهم شيعة، أليس كذلك؟ نعم طبعا ويعتزون بشيعتهم إذا سمحت. لكن حينما تقول عن طائفة على وجه الأرض تتبنى العقيدة الصحيحة في توحيد وهابية فهم يأبون هذه الكلمة، لأنهم أولا يعتبرونها من التنابز بالألقاب، وثانيا هم لا ينتسبون إلى هذه الكلمة، هم ينتسبون في عقيدتهم إلى السلف الصالح كما تعلم. هذا أولا، هذه كلمة حول لفظة الوهابية بخاصة، فأنا أرجو منك ألا تستعملها لأن لها دلالة خاصة عند الناس. وأنت لابد قرأت قريبا أو بعيدا أن الكفار لا يزالون يستعملون هذه الكلمة، وهذه الكلمة إشاعة تركية سياسية قديمة، لكن الذين ينبذون بها يتبرؤون منها، ولا سيما أن دلالتها العربية، فالوهابية نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الوهاب، والوهاب معناها من حيث الأسلوب العربي فخر، أي ينتسب إلى الله الوهاب. لكن السياسة هكذا شأنها، حتى الكلمات التي دلالتها صحيحة يعكسون دلالتها إلى مفاهيم سيئة، والعكس بالعكس تماما، كما يسمون الربا بالفائدة والرقص وما شابه ذلك بالفنون الجميلة إلى آخره. فنحن لا نريد من مسلم، خاصة إذا كان في وعيك وثقافتك، أن يستعمل أيضا هذه الكلمة، وهي كلمة سياسية لا يتبناها جماعة على وجه الأرض إطلاقا. هذه واحدة. والأخرى أيضا بشرتنا، وأرجو أن تكون بشارة حقا، أن الأحناف يتبنون عقيدة التوحيد بأقسامه الثلاثة بناء على العقيدة الطحاوية. هذه في العقيدة الطحاوية صح، لكن ليست في عقائد المسلمين الأحناف اليوم. فنحن نسأل الآن، الأفغانيون الأحناف بصفتهم أحناف هم يتبنون هذا التوحيد الصحيح؟ هذه بشارة عظيمة جدا. أجيب تفضل. بسم الله. تعليق أكل على الماشي. تفضل. بين وجودي في المدينة المنورة كان هناك شيخ بخاري اسمه محمود الطرازي، وكان له حلقة في المسجد النبوي، يأتي من الطائف ويجتمع إليه البخاريون، كان يدرس تفسير القرآن، والرجل حنفي المذهب وهو متعصب جدا لمذهبيته. فواحد من إخواننا الشباب قال له: يا شيخ أنت حنفي؟ قال: نعم، وأنا أعتز بحنفيتي. قال له: هل ترى في اتباعك المذهب الحنفي أنه على حق وغيره على باطل؟ طبعا. قال له: لولا هذا ما اتبعته، فأنا أتبع المذهب الحنفي لأنه على حق، ولأن أبا حنيفة هو مؤسس هذا المذهب، وهو الذي يجب أن يتولاه المسلمون بعامة. قال له: طيب أنت إذا كنت تقول كذلك، وأن الشيخ أبو حنيفة رحمه الله لا يخطئ في مذهبه، فلماذا لا تعتقد ما اعتقد أبو حنيفة وتتبنى ما كان يعتقد أبو حنيفة؟ فماذا كان جوابه؟ قال: أبو حنيفة أصاب في الفروع وأخطأ في الأصول. الله. أي نعم. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى بداية تفجير الجهاد الأفغاني في سنة 73. أولا لابد من العودة اللي تجاوزها الأخ جمال، وهي عقلية فكر هؤلاء الشباب اللي قاموا بهذا الجهاد. هؤلاء هم أولا الجهاد الأفغاني أو الأفغان زي ما تفضل سيدي،
في هنالك أهل سنة وجماعة وفي شيعة، شايف كيف بينهم؟ ما في إلا غير أحناف وشيعة، يعني أهل سنة وأحناف. أما في العصور الجديدة هاي اللي هي قبل 20-30 سنة، هنالك انتقل من الشهادات العلمية الشرعية اللي تخرجت من الأزهر والسعودية، هذه الشهادات ما تبنت إلا غير، شايف كيف، عقيدة السلف الصالح، أهل السنة والجماعة والسلف الصالح. ولهذا هؤلاء كلهم بقيادة الأستاذ مصطفى نيازي لما أول ما شكل العمل الإسلامي لأهل السنة والجماعة والتنظيم في جامعة في كلية الشريعة وهو عميدها في كابل، شايف سيدي، هذا الرجل شكلها على، شايف كيف، على عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة على عقيدة سلفية خالصة، ما في عندهم مذهبية، شايف كيف، ولا يؤثروا. أما المذهبية تنتشر في الناس اللي أقل مرتبة في العلم عندهم، شايف كيف، في عوامة الناس. فالأستاذ سياف والأستاذ رباني والأستاذ عبد الرحيم نيازي وحكمتيار وهؤلاء وكفاية الله وكثير من الأفغان، شايف كيف، كلهم لا يتطرقون في عقدهم بأننا نحن أحناف، لهم يقول نحن من، شايف كيف، من أهل السنة والجماعة ونحن عقل الصالح. هكذا نحن نعرفهم. يعني هنالك الأحزاب اللي أجيب على سؤالك، قاتل الأحزاب يقسمون إلى قسمين، قسم من أهل السنة والجماعة عقيدتهم سلفية بحتة ويظهرونها على الملأ ولا يتأخرون، في الأستاذ سياف وحكمتيار والأستاذ رباني ويونس خالص، هؤلاء الأربعة يمتازون ويعلنون بأنهم شايفين من عقيدة السلف والصالح، يعني إحنا تابعين، إحنا عقيدنا كذا وكذا، ولا يقرون إذا وجد في أتباعهم أي مخالف لهذه العقيدة. يعني ترى في أتباعهم مخالفة، يعني من الرقي ومن الأمور اللي أنت بدك إياها، شايف كيف، موجودة ولكن لا يقرون. لا ما بدي إياها. ماشي. جزاك الله خيرا. والأستاذ جميل الرحمن من هؤلاء الناس، يعني الأستاذ جميل الرحمن أصلا كان في الحزب الإسلامي ومن أبناء هذا الفكر، يعني ما كان عنده جميل الرحمن أنه من أهل الحديث، كان سابقا قبل هذا الوقت. عندما جاء السعوديون، شايف كيف، وجاء الأستاذ محمد شرم تفضل فيه الأستاذ جمال وقال بأن هنالك الهلال الأحمر الكويتي وعلى رأسه الدكتور محمد الشرخان، شايف كيف، عندما جاء الأستاذ جميل الرحمن جزاه الله خيرا تكلم معه بصفته لتوه بأنه من أهل الحديث، يعني هو أصلا كان أمناء الحركة الإسلامية وتابع الحزب الإسلامي ومسؤول عنه حكمتيار، ولهذا حكمتيار كان يقول أن العرب هم الذين قسمونا، بدليل أنه أجل حكمة جميل الرحمن من خلاه يمشي، يعني كان وكان كل المساعدات وإمكانيات الهلالات كلها تصب في جيب جميل الرحمن، يعني حتى أنه هو نازل على هلمنت ونازل على قندهار في الولايات الجنوبية، يوجد من الجماعات القليلة جدا للأستاذ جميل الرحمن، وأعطي مساعدات من الهلال إلى 700 نفر. فحكمتيار اعتبر هذه فتنة وأكاد. تفضل بس اسمح لي بسؤال، كمل. فجميل الرحمن هو أصلا من أبناء، شايف كيف، العقيدة السلف الصالح اللي ما كان يقول عن حاله أنا من أهل الحديث. عندما انشق وشاف الموجود موجود الناس يساعده في هذا، زي ما تفضل الأخ، فالخلاف بينه وبين الأربعة كالخلاف بينه وبين أهل السلفيين في الداخل. بحثنا ليس سياسيا الآن. أما أنا قلت لك حتى ندخل في الخلاف الذي أشار إليه. كلمة لم تجاوبهم. معليش، بحثنا في العقيدة. ممتاز. عقيدة. تفضل. الخلاف، يعني لا يوجد خلاف بين الأربعة وجميل الرحمن ناحية العقيدة. طيب سؤال. سياف وحكمتيار ورباني ونس خالص. سؤال. تفضل. هل تعتقد أن هؤلاء القادة يجاهدون في إخوانهم في دعوتهم إلى هذه العقيدة الصحيحة، أم هم الآن مشغولون عنها بمجاهزة الكفار الشيوعيين؟ على هم يشتغلون مجاهزة الكفار الشيوعيين من خلال هذه العقيدة. طيب. منذ متى يشتغلون بهذه العقيدة؟ من اللحظة الأولى لتشكيل دعوتهم في داخل كابل قبل، يعني من كم سنة تقريبا؟ مع زمن محمد داود. ما ليش من كم سنة تقريبا؟ أنا بتصور 20-30 20 سنة. فإذا أنا أفهم بشارة أخرى أن الشعب الأفغاني على الأقل الذي ينقاد بقيادة هؤلاء القوات هم سلفيون أكذلك؟ هم، أنا قلت لك، لا أنا أسألك، هم كذلك؟
القيادة سلفية؟ لا أنا ما أسألك عن القيادة، بارك الله فيك. الشعب مذهبي حنفي؟ أنا ما أريد أن أقول هذه حيلة، هكذا هو. لا جميل جدا، لكن بارك الله فيك. الجهاد الأفغاني هل المقصود من هذه الجلسة زيادة فهمنا بالأفغان والجهاد الأفغاني وما يحتاجه الجهاد الأفغاني ليقف على رجليه وليصح مسيره، أم المقصود في هذه الجلسة هو عكس ذلك على الإطلاق؟ ليس المقصود العكس، بل هو تماما ما تريده. بدءا من العقيدة، نريد الفقرة الثالثة بدءا من العقيدة. طيب يا أستاذ أنا أجيبك، أنا سألت سؤالا آلفا، أن هؤلاء القواد المجاهدين هل ينشرون هذه العقيدة التي يبشروننا بها أنها قائمة في نفوسهم أم لا؟ نحن نريد أن نعرف عن الحقيقة حتى نتعاون معهم فيها. أليس هذا من الجهاد؟ نعم. هل دعم الجهاد يتوقف على يبنى على أن هذا جهاد أم لا، على حقيقة كونه جهاد وعلى حقيقة أننا يجب أن نشارك أو ندعم به، أم يتوقف على خلاف مع هذا أو هذا يجب أن نصفيه كشرط قبل بدء الكلام في دعم الجهاد؟ يا أخي بارك الله فيك، الجهاد يدعم من نواحي شتى، يدعم بالمال أليس كذلك، يدعم بالنفوس بالإمداد بالأشخاص بالجنود، يدعم قبل كل هذه الأشياء بالعقيدة أليس كذلك؟ يعني نحن أليس ندعمه كذلك؟ بالصياط فقط. نعم؟ نحن ندعمه بالصياط. ليش؟ بالصياط. سامحك الله، نحن ندعمه بالصياط. أنا أقول لك أليس كذلك؟ المسلمون حاليا الآن يدعمونه بالصياط، نحن نريد أن نعرف ماذا يجب أن نعمل بين المسلمين لكي يدعموه حقا. بارك الله سمعت. تفضل. أولا يمكن أنا بختلف مع شيخنا في رأيه في مسألة، والحقيقة هذه المسألة ما سألته فيها ولا ناقشته في أدلتها، ولكن على كل حال هو أنا أختلف معه فيها. لعلمك الشيخ ناصر يقول بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين على كل مسلم قادر على الجهاد، هذا الشيخ ناصر اللي بيحدثك الآن وبيتكلم مع أخوه جمال، لذلك هو ما بدعمه بالسياق. لا 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 هو قال عن نفسه يا أستاذ. لا 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 أنا ما قلت عن الشيخ ناصر، لا لا وأنا أعرف هذا الكلام وأعرف أن الشيخ ناصر قال وسمعت ماذا يقول. نقول ماذا نفعل بين المسلمين من أجل أن نجعل المسلمين. أنا حاضر، لا تأخذها بحساسية شخصية إطلاقا. لا ما يبحث، لا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فهمت شيئا من شيخنا الجليل يريد أن يركز على ناحية معينة. إذا سمحت يا أبو مالك، شيخنا الكريم أراد أن يوضح مسألة هامة جدا، وهي أن أهم عمل يعمله المسلمون هو الدعوة، أهم من كل شيء الدعوة إلى الإسلام الصحيح. الأفغانيون كما تفضل الأخوان جمال وأبو أكرم كلهم أو معظمهم مذهبهم حنفي، إنما هناك قادة مثقفون وأرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى الدين الصحيح وهو عن السلف الصالح. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أبو أكرم بأنهم سلفيون الأربعة القادة، هناك معضلة كبيرة جدا موجودة في الأفغان، وهي أن قادة الجهاد الأفغاني يطلبون دائما وعلى مدى سنين طويلة مضت من العرب الذين يستطيعون أن ينشرون الدعوة الصحيحة بين الأفغانيين سواء كانوا من المجاهدين أو من غير المجاهدين، ولكن لغاية هذه اللحظة عدد الدعاة من العرب في الأفغان قليل جدا ولا يتناسب أبدا مع المطلوب، ولذلك نحن بدل أن نلومهم علينا أن نلوم أنفسنا، نحن في الدول العربية مقصرون، لأن الأفغانيون صحيح مذهبهم حنفي بسيط لا يسمعون غير ذلك، وهم يسيرون كما يسير الحصان لا يرى إلا أمامه.
لا يرى ماذا حوله أبدا. الحصان الذي يعلمه يسير الطريق بجلدتين على عينيه لا يرى إلا أمامه. كذلك الشعب الأفغاني. فإذا علينا أن نبحث ما هي الطريقة العملية التي يمكن